شو حلاوة بالحلقة الجاية. شو صار قلتيله؟ شو عم تحكي كبديع؟ ايه هيك مثل ما عم خبرك. انا تعرفت على جم ورا لينا، طلب يحكيني قلت له لا. ولا مرة انا بنت عملت فيها هيك. لما الكذب بيكون هالقد هين عليها، هي هي الحقيقة. الحقيقة اكيد رح تكون كتير صعبة. ناوي عليك جربي ما تكذبي كتير. الا اذا انا اللي بدي اعصب، اذا ما وقفت الكذب وقلت الحقيقة. كان هيدا النهار العالمي للحقيقة. انا بعته لرمزي من وقت ما كان شرشوح حلوة وكذابة. طلعت مزبوط كذابة. الاحد 9:15 على الام تي في. كلهم هون الرجال بدهم قالهم بنزين نولعهم.